صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 103 لسنة 2021 بتجديد تعيين رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. جاء فيه يجدد تعيين الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك لمدة 3 سنوات.